خلينا نتكلم مع حضراتكم عن ماتش بقى امس وميديعما الغاني، وخلينا اقول الماتش ده شد اعصابنا. في كده ماتشات بتشد الاعصاب بصراحه، لان انت بتبقى عايز تخش جوه الشاشه تقول هو ايه اللي بيحصل ده. يعني الماتش اولا فنيا، احنا اتكلمنا عن ميديعما، اصلا احنا مش اتكلمنا عن ميديعما، احنا ادينا لحضراتكم معلومات عن ميديعما، لان في ناس ما تعرفش ان في فريق اسمه ميديعما الغاني. With all my respect، مع احترامي الشديد، ده انا لا اقلل، لكن هم بطبيعه تاريخهم ما بيشاركوش في الامور دي، مش متواجدين على الساحه، فعشان كده انا بتكلم. فالقصه هنا ان انت بتقول انا بلاعب الاهلي وميديعما، طب انا هخش بقى اخلص الماتش من ثلاث، يعني الدقيقه الثالثه، الدقيقه الثالثه هتيجي انا هخلص المباراه. لا، ده ما حصلش. كان في شد للاعصاب كبير جدا، وتحديدا لو انت هتتكلم يعني في الشوط الاولاني، جيت بعد كده ابتديت تحس ان في لعب. يعني احنا كنا قافلين ملعبنا يعني تمام، بس فرص كتير ضاعت، ده رقم واحد. وبرده النتيجه فضلت تعادل سلبي لغايه الدقيقه كريم 66، يعني لغايه لما كهربا ابتدى التهديف، وبعد كده سجل حسين الشحات، وبعد كده صلاح محسن، فابتدت الدنيا تمشي. وده الاهلي بقى، ابتدت صوره الاهلي والطبيعه بتاعتنا تظهر. لكن الاول كان في حاجه مش مظبوطه. على كل حال، على كل حال، فوز مهم جدا في بدايه مشوارنا بدور المجموعات لدوري طبعا ابطال افريقيا. حصد الثلاث نقاط كان امر لابد منه، ما فيهوش رفاهيه، الحمد لله حصل. وخاصه تتكلم طبعا الماتش الجاي، يعني يانج افريكانز اللي خسر كمان امام شباب لوزداد، كان الثلاثيه نظيفه، ماتش كان قوي جدا برده. ماتش اكيد هيكون اصعب، لان هم هيكونوا عايزين يعوضوا كمان خسارتهم، واحنا هنكون على الصعيد الثاني عايزين نستمر في حصد يعني نقاط المواجهات بتاعتنا القادمه. فاللي جاي لسه تقيل، واللي جاي لسه صعب، واللي فات على فكره مش وحش مع النادي الاهلي، لكن يعني كان في شد اعصاب بصراحه، ما نقدرش ننكر ده، وبالذات في الشوط الاول، لان في فرص كتير جدا الحقيقه يعني راحت علينا للاسف الشديد. لكن كالعاده صوت الجمهور ده لما بيتسلل الى اذان ووجدان اللاعبين، الدنيا بتتغير 180 درجه. وقد كان في الشوط الثاني طبعا مباراه امبارح، احنا الى حد كبير كنا متوقعين ان هي هتكون مباراه مقفوله حبتين، خصوصا وان المنافس الغاني دي اول مره بيلعب فيها في مرحله دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، ومش بيلعب اي ماتش، بيلعب قدام منافس كبير حامل لقب النسخه الاخيره زي النادي الاهلي، فاكيد الاوضاع تستدعي من وجهه نظره الدفاع المستميت. عشان كده يعني اتسمت المباراه من البدايه بالتحفظ الدفاعي من جانب المنافس، رغم اننا في شوط المباراه الاول زي ما كنا بنقول انا ونهاوند كان لينا اكتر من كوره خطره جدا، هي طبعا اهمها تسديده امام عاشور وفرصه حسين الشحات وغيرهم كتير للامانه. لكن اتغيرت الامور الحمد لله بشكل افضل في الشوط الثاني، وحتى رتم المباراه نفسها بقى اسرع بكتير من الشوط الاول. وطبعا اكيد تعليمات مستر مارسيل كولر بين الشوطين هي كمان كان ليها تاثير يعني ايجابي، لغايه لما نجح كهربا في ان هو يفك طلاسم هذا اللقاء ويسجل الهدف الاول من اسيست عبقري لامام عاشور. فوز مهم جدا، جه في وقته تماما، وليه اكتر من اهميه او مهم على اكتر من صعيد، لاننا قلنا قبل كده ان المرحله اللي جايه من دلوقتي لنهاية السنة، مبدئيا الشهر اللي احنا يعني هنبتديه او هنستهله خلال ايام، فيها ثلاث بطولات، واكيد هيكون لينا كلام مفصل عن كل بطولة منهم ان شاء الله على حدة في الفترة اللي جاية باذن الله. بس مبدئيا مليون مبروك على ماتش امبارح. كلام جميل جدا. وبرضه